السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نأخذ معنا مستمعينا الكرام مينا من قرسيف. ليلى مينا. ليلى مينا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ليلى. كركم دايرين اولادي لاباس عليكم؟ الله يسلمك ليلى مينا بارك الله فيك. مرحبا واشركم اوليدي الله يحفظكم اوليدي الله يجازيكم بخير. مرحبا مرحبا ليلى. واحد السؤال الله يرحم يجازيك بخير. كان كنصلي وما قاريه قاريه تبارك الله الحمد لله قريب راني قاريه حزب وليني دابا كنصلي به كنخوف ياك ما كنكون غلطه فيه ياك ما كتخافي لا تكوني غلطه فيه وا كنكون هيا كما مشيت مع قريه بلا حروف غير بالسمع. ايوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. والله عندك وليداتك وليداتك قاريين شويه؟ عندي وليدات كنتبع هكا مع دابا مع التليفونات كندير القران بصوره الصوت. اياه انقطع الاتصال. نعم لالا مينا بارك الله فيك. نعم جميل جدا انك تكوني حافظه بالسمع. انا كنعرف واحد السيد حفظ القران كله بالسمع وكيقرا تبارك الله ما شاء الله تقول هذا قرا في الحضار قرا عند الفقيه وهو والله ما حفظه الا بالسمع ما شاء الله. فهذه القراءه بالسمع راه هذا التلقي بطريقه باش تلقيتي القران تلقيتيه بالطريقه الاصيله اللي هو السمع مزيان. فسيدتي حتى لو انك خطأتي انت ما كنتيش قصده انك تخطئي اذن فلك الاجر ان شاء الله تعالى. هذا الامر الاول. الامر الثاني هو انه الا شكيتي في شي حاجه عند وليداتك ان شاء الله يكونوا قارين سوليهم قولي لهم راه هذه كنقراها هكا وصحيحه وما يقولوا لك راه صحيحه ولا يعدلوها لك. واضح؟ فما تهزيش الهم في هذا الامر. هذا ما تهزيش الهم. عندك واحد الحزب ما شاء الله حفظيه الله يبارك لك فيه قري بها لالا. ولا عندك شي وليد يعني مثلا كتكلمي مثلا على الطروح مثلا بغيتي تصلي الطروح في الدار الا عندك شي وليد ان شاء الله زيدوا وليداتكم يقراوا يصليوا بكم. وليداتكم اللي في عمرهم كتلقى مثلا ولد عمره 13 عام 12 عام 11 سنه 15 سنه زيدوه يصلي بكم واخا تكون كاع انت قاري زيدوا يصلي بك ويحس خصوصا في هذا السن ديال المراهقه مزيان تحسوه باللي حتى هو ولا شي حاجه مهمه في الدار وانه كيدير شي حاجه كبيره في الدار وانه يصلي بالناس. عطوه المصحف قالتوا ليه ديك المقراه وحطوا ليه المصحف ويقرا من هذوك الصور اللي حفظ في المدرسه وحفظها مع اللي قراه في المدرسه. يقرا 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 سميتهم ولما لا يكون واحد البارطاج واحد المشاركه ديال هذه الفيديوهات بين العائلات والاسر. والله شيء جميل انهم يشاركوا يديروا مشاركه الاجواء الرمضانيه ديال التراويح وديال يعني مره يدخل مثلا سيدي فلان يصلي سيدي فلان يصلي الوليد الكبير ان شاء الله يقرا والوليد الثاني حتى هو وهكذا. ولما لا الزوج كذلك يصلي بالزوجه والابناء والاب حتى الا كانت شي الام مثلا قاريه تصلي بوليداتها مزيان. هذا الشيء هذا كله خير كله خير وهادشي هادو هي الاجواء اللي اللي اللي, اللي جميله. و لما لا انه الان يعني كاين هاد كورونا يعني بزاف الناس يعني كانوا تيقولوا لا افتقدنا الاجواء ديال المسجد. إيه الاجواء المسجد شي حاجه جميله جدا ولكن هذا ما تيعنيش باللي صافي ما غاديش نقدروا حنا نخلقوا اجواء اخرى جديده بنفس اخر بطعم اخر لتبقى ذكرى في هذا العام باذن الله تعالى. لا اعاد الله علينا هذه ايام كورونا لا اعادها الله علينا. نسال الله تعالى يرفع عنا هذا الوباء والبلاء في اقرب وقت وعلى علينا وعلى جميع المسلمين على هذا العالم كله لان هذا الوباء حقيقه يعني دمر النفوس ودمر يعني الناس. ولكن راه هذا ما تعنيش اننا احنا ما غاديش نلقاو السعاده في التراويح. ممكن نلقاو السعاده في التراويح بحال هذيك اللي كنا في الجامع واكثر بحال اللي كنا في المسجد واكثر وهو اننا بيناتنا اللي نصلوا في الدار ويكون واحد الجو جميل جدا وهذا حتى هو خير. نسال الله تعالى لنا ولكم الخير والتيسير. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.